أنا الحقيقة يجب أن أوجه كلمة الحقيقة لأهالي بن وليد، وهي يجب على كل أهالي بن وليد الآن أن يشكروا فبراير، وأن يقولوا الحمد لله اللي جبت فبراير، وأبارك لوزارة الثقافة ومجلس المجلس البلد بن وليد توقيعهم على اتفاقية إعادة ترميم قلعة بن وليد. طبعا قلعة بن وليد هذه تعرفوا قصتها، ومنها هدمها معمر القذافي، ويجد فبراير لإعادة بناها. مجهودات تشكر فتذكر لحكومة الوحدة الوطنية، والتي لولا فبراير ما كانت لحكومة وحدة وطنية ولا دياول، لكن الحمد لله ومعارض ومناشط ثقافية ومناشط كذا كانت بن وليد نسيا منسيا ومحرومة منه للأسف الشديد. على الأقل أوقفوا قولوا كلمة الحق، قولوا كلمة الحق. فبراير لها 10 سنين، لا وهي الحمد لله تشوفوا فيها، وكفاكم من العبط والاعتباط والناس اللي قاعدين يخدروا فيكم ويضحكوا عليكم، وكل واحد من دايل لي مجموعة ويحرك فيها. نتائج فبراير بديتوا تلمسوا فيها بيديكم، هاي أهم شيء. تاريخ البلد بالكامل لعب فيه معمر القذافي في طيحة للأسف. والله المفروض واحد ما زال يرفع صورة معمر القذافي تعلقوه في الوادي، في زيتون الوادي، بعد اللي شفتوه من فبراير. كلمة حق، ولكن أكثركم للحق كارهون للأسف. شو اللي تبوه أكثر من هيك؟ عايشين زي بقية الليبيين، وهي الحمد لله في حاجات لها رمزية خاصة جدا جدا. أعادتها فبراير لبن وليد. واو، وزير الثقافة ابنكم ومنكم وتعرفوه، وما من اللي بيزايد عليه للأسف. أنا أحيي الحقيقة حكومة الوحدة الوطنية، ويجب أن كل واحد اللي ما يقرعش للتريس ما هوش راجل، ويقول الحق عليك، حتى اللي عليك قوله مر لكن قوله. تبي معمر القذافي تبيه، لكن اطلع قول شو اللي دار الطريق اللي قاعدين كل يوم يموتوا فيها، ولا وعره، ولا ما كانش يمر منها في الليل والنهار، واخرها يمشي ينقز بالزبانيه نتاعها على القلعه. شو اللي داره لكم كلهم؟ تعرفوهم ذاتوا صفات. شو اللي داروا؟ جو شدوا الشعبيه، شدوا البلديه، شدوا الكرنكات، قلعة قاعدين يتفرجوا عليه تاريخ، علشان يمسح لكم حتى تاريخكم. هاي اليوم تم إعادتها، وما زال واحد يقول نكبة. والله ما نكبة إلا في غاية الراجل اللي ما يقرعش للتريس، والله ما هو راجل بكرة. لكن للأسف الحسد والبغض والغيرة بتاع النسوان تحرك في بعض الناس، وقاعدين يشوشوا وقاعدين شوشوا على البسطاء والناس الغلابة. تحية لفبراير، الله يرحم شهداء فبراير. المفروض حتى شوارعكم تسموهم على أسماء شهداء فبراير، وأولادكم وبناتكم اللي ينزاد عليه عيل يسميه على اسم شهداء فبراير. هذه الحقيقة.